اكرم توفيق وحسين الشحات واحنا بنتكلم معاهم، قال لك دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي وصام معانا. اكرم لما كان بعيد عن المشاركه النهارده بيلعب مباراتين ذهاب واياب، حسين الشحات النهارده هو بعيد وشفته جري عليك يا كابتن بعد الهدف وراح لحضرتك. بص يعني لازم تبقى فاهم كويس جدا المشوار لما يبقى طويل والموسم لما يبقى طويل ولما بتشارك في بطولات متعدده الناس كلها لازم تكون جاهزه. دورنا احنا ان هو تبقى جاهزه فنيا معنويا نفسيا معنويا، يعني الجزء الفني طبعا خاص ببيتسو موسوماني، لكن في النهايه لازم تحضر الناس كلها. يعني في تفاصيل صغيره في الشغل لازم الناس كلها تبقى عارفاها، التفاصيل مش ان انت تيجي تتمرن وتمشي، انت كمان لازم تكون سعيد وانت جاي التمرين، لازم تكون فرحان وانت جاي التمرين، لازم المود بتاعك يبقى كويس وانت جاي التمرين، ازاي هتمتع الناس وانت جواك مش مستمتع اساسا؟ يعني ممكن تعمل شويه حاجات صغيره، ممكن يبقى عندنا رصيد في امور خارجيه بتنعكس داخل الملعب، يعني ممكن في حاجه ممكن الناس تشوفها انها عاديه جدا وايه اللي ممكن يحصل يعني عشان تجيب نتيجتها، لكن تاثيرها انا عارفه كويس قوي. لما يبقى في حد انا اللي عنده رصيد فوضع طبيعي جدا لما هيحصل اختلاف ولا هيحصل نوع من المواجهه ولا حاجه هيبقى شايل الرصيد ده عندي فهحتاجه بعد كده. ده المفهوم اللي الواحد بيشتغل بيه يعني.